لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتنا وسيدة نساء العالمين. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. آمنا بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم. ظاهرة وجود الرؤى والأطياف والأحلام في مناماتنا هل هو موضوع عبثي لا قيمة له ولا تأثير له على في حياتنا؟ إذا قلنا أن الموضوع أصلا لا أثر له في حياتنا ولا قيمة له فهذا نسبة فعل إلى الله لا يليق به، لأن يعني الله عز وجل هو اللي أعطانا هالقدرة وهالقابلية، فلا بد أن تكون لها حكمة، أن تكون لها نتائج إيجابية على حياة الإنسان، على مستقبل الإنسان، على حال الإنسان. خلينا نفهم أولا ما هي أسباب هذه الرؤى. علماء النفس عندما يتصدون لهذه الظاهرة ويحاولون تفسيرها، لما يجي هذا العالم خلنا نقول من أصحاب المناهج المادية دائما يفسر هذه الرؤى والأطياف على أنها لها أسبابها في النفس، فمرة يقول السبب في وجود هذه الأطياف والأحلام هو يوميات يعيشها الإنسان في حياته أياً كانت مهنته، خطيب مثلاً يشوف نفسه في عالم الرؤيا أنه عنده قراية وما راح لها، أو رايح وضيع الماتم، أو صاعد المنبر وما عارف يقرأ، أو قارئ وما عارف يخلص، وهالشكل لأنها يومياته في حياته، فبالتالي تنعكس كرؤى وأطياف
فيراها على شكل هذه الصور، على أشكال هذه الصور المختلفة. آخر يقول لا، السبب في هذه الرؤى والأحلام هي مجموعة من الأماني والرغبات التي لا تجد طريقها في حياته. الشاب مثلا يتمنى أن يتزوج ولكن الظروف صعبة، توفير الزواج نعم صعب بالنسبة إليه، تنعكس هذه الرغبة وهذه الأمنية إلى صور في مناماته، فإذا سببها الرغبات والأماني. يجي آخر يقول لا، هناك نوع من الرؤى الأخرى أسبابها هي القلق والخوف. كيف يعني؟ هو عنده شيء ثمين، مبلغ من المال، ويخشى أن تصل إليه يد السارق، يضعه في حرز في مكان مأمون مصان، ولا زال قلق تجاهه. فما الذي من المتوقع أن يراه في عالم الرؤيا؟ أنه جاء إليه فلم يجده، أو أن السارق سرقه وهرب. هذا ناتج عن قلق وخوف في نفسه. مرة لا، يحصل له واحد قبل النوم يسولف له عن الجن والعفاريت، فما متوقع أن يرى في عالم الرؤيا إلا أفلام رعب. شيء طبيعي، لأنه نفسه تأثرت بهذه الصور، عاش حالة من الخوف منها، لمجرد أن نام تحولت إلى واقع في طيفه ورؤى. أكو بعض العلماء يربطون هالرؤى أيضا بما يعانيه جسم الإنسان من النواقص، يعني يفسرونها تفسير طبي مثل ما نقول. كيف يعني؟ إذا رأى أسنانه تشخب دما في عالم الرؤيا، دليل على أنه جسم يعاني من فقدان أو نقصان فيتامين ثا مثلا. إذا رأى في عالم الرؤيا أنه قد بيض شعر رأسه ولحيته، هذا دليل على أنه يعاني مثلا من نقصان في فيتامين با مثلا، وهالشكل فسرها بشكل طبي. لاحظوا هذه المجموعة من المحاولات، سواء قلنا أنها رغبات وأماني أو قلق وخوف أو يوميات أو غيرها، النتيجة واحدة، أن الرؤى عادة تتعلق بماضي الإنسان ولا علاقة لها بمستقبله. إذا قلنا هي أماني فهي في النفس، يعني تتعلق بالماضي. قلق وخوف أيضا يتعلق بالماضي. بينما القرآن الكريم عندما يستعرض رؤى الأنبياء يقول أن لها علاقة بالمستقبل، بل وحتى غير الأنبياء. خلينا نشوف الرؤية الأولى لنبي الله إبراهيم: بني إني أرى في المنام أني أذبحك، يعني في المستقبل أنا مأمور بذبحك، فانظر ماذا ترى. وشكل يتعلق بالمستقبل. في سورة قبل هذا، في رؤيا النبي صلى الله عليه وآله: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا بالحق. ماذا رأى رسول الله صلى الله عليه وآله؟ رأى كأن الكلاب تنزو على منبره، فاستيقظ منزعجا، قال: يا جبرائيل ما هذه الرؤيا؟ قال: هؤلاء بنو أمية، ركز، بنو أمية ينزون على منبرك، يعني إخبار عن مستقبل الأمة ووضعها السياسي والاجتماعي. لاحظ، يتعلق بالمستقبل. في سورة يوسف عندنا كم رؤية؟ ثلاث رؤى: رؤيا يوسف، والرؤيا الأخرى رؤيا صاحبيه في السجن، والرؤيا الثالثة رؤيا الملك. لاحظوا كلها تتعلق بالمستقبل. إني أرى في المنام أني استغفر الله، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. رأسا يعقوب رتب آثار على ما قاله يوسف، قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك،
فيكيدوا لك كيدا. إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك إلى آخر الآيات. بعد 40 سنة يقول له هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي. 40 سنة. الرؤية الثانية إني أراني أعصر خمرا. الآخر قال شنو؟ أراني تأكل الطير من رأسي. بعد 3 أيام أخذ هذا إلى أن يكون ساقيا للملك، والثاني أخذ للمشنقة والإعدام. هاي الرؤية الثانية. الرؤية الثالثة وهي رؤية الملك، إني قال هكذا 7 بقرات سمان يأكلهن 7. متى بدت هذه الرؤيا إلى أرض الواقع؟ بعد 7 سنوات. وهذا يعطينا نتيجة بأن الرؤى التي يراها الإنسان ليس هناك من شرط أن تجد لها حد إذا كانت صادقة. خليك من الأضغاث وخليك من الرؤى الأخرى. إذا كانت الرؤى صادقة ليس من الضرورة أنه بعد يوم تشوفها في أرض الواقع، أو أنها بعد أسبوع أو بعد شهر، لا، ممكن بعد 40 سنة كما في رؤيا يوسف، ممكن بعد 7 سنوات كما في رؤيا الملك، ممكن بعد 3 سنوات كما في رؤيا السجينين، يمكن بعد يوم واحد. ما ليس هناك ضابطة معينة لأن تنطبق الرؤيا في أرض الواقع، نعم، من حيث المدة. طيب، إذن في رؤى صادقة ولها تعبير. التعبير يا إخوة، تارة تكون هذه الرؤيا واضحة، وما يراه في نومه يراه في أرض الواقع كما هو، كما حدث بالنسبة إلى السجينين. أراني أعصر خمرا، راح صار ساقي خمر. تأكل الطير من رأسي، بالفعل أخذ أعدم، أكلت الطير من رأسي. هي كما رآها في المنام ترجمت على أرض الواقع نفس النسخة نفس الصورة. زين، ولذلك يقول في هذا المقام الشيخ مكارم صاحب كتاب الأمثل، الشيخ مكارم شيرازي، ينقل قصة عن أحد العلماء واسمه الشيخ التبريزي، مو هذا المرجع، أكو واحد من فضلاء الحوزة. يقول هذا في إحدى السنوات أصيب أحد أولادي بمرض في مفاصل يده، عالجناه بإيران ما حصلنا العلاج، فاضطرينا أن نطلع إلى ألمانيا. ذيك الأيام ما كان طيران موجود ورحلات متوفرة، فاضطريت أروح على الباخرة. وبالفعل في أثناء النوم وأنا في الباخرة، وإذا بي أرى في عالم الرؤيا كأن والدتي توفيت. يقول فاستيقظت منزعج من النوم، رأسا أخذت التقويم وأشرت على تاريخ الرؤيا، تاريخ ذاك اليوم، رحنا على ألمانيا، تم العلاج، رجعنا إلى إيران. يقول لم أفاجأ، أهلي استقبلوني وعليهم ثياب سوداء، فعلمت أن والدتي بالفعل توفيت. فقلت لهم متى التاريخ؟ تاريخ الوفاة. وإذا بها نفس التاريخ اللي رأيت به الرؤيا هو اليوم الذي توفيت فيه، فعين ما رآه في منامه رآه في الواقع، ما يحتاج إلى تعبير. السيد قطب أيضا في تفسيره يقول هذه الكلمة عن نفسه، يقول إن أنكرتم علينا الحكمة من وجود الأحلام والرؤى في مناماتنا فلست أنسى ذلك اليوم الذي كنت فيه خارج مصر ورأيت في عالم الرؤيا كأن ابن أختي ينزف من عينه، في نزيف بعينه، الأول ماكو بعد هواتف وتلفونات وكذا ومتوفرة. يقول عبر المراسلات جاءني الخبر بأنه بالفعل أصابه نزيف في عينه، نزيف داخلي، وفقد بصره إثر ذلك. فعين ما يراه في الرؤيا يراه على أرض الواقع. طيب،
أكو بعض الرؤى الصادقة لا تحتاج إلى تعبير ويعلمك تأويل الأحاديث، يعني علم قائم بذاته له ضوابط له قواعد له أسس. كيف؟ الآن شوف رؤيا الملك: إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف. لما جابوا مع المعبد آمون تفضلوا شرحوا إلنا شنو هاي الرؤيا، قلبوا حصميلهم وكذا وحجارتهم، قالوا ما اللي فهمناه بس أنه في الأساطير القديمة للمصريين يقولون أنه السنة تعني البقرة أو البقرة تعني السنة، أكثر من هذا ما عدنا. لكن لما جاء من علمه الله تأويل الأحاديث أعطاهم التفاصيل أنه جايتكم سبع سنوات فيها غنى فيها ثروة أمطار خير ثمار، نعم، وتأتيكم بعدها سبع سنوات ماذا؟ عجاف وشكل. فلا بد أنه يكون مطلع على هذه المعاني، وإلا ما علاقة السنة بالبقرة؟ سبع بقرات سمان تطلع سنوات، نعم، سبع من الرفاه والخير والبركة وهكذا. ولذلك هو علم قائم بذاته، يعني يشترط في مفسر الأحلام أن يكون عنده خبرة في هذا الجانب. إحنا مشكلتنا بعض في البحرين من تحط عمامة على رأسك تصير جميع الاستعمالات، أنت تصلي جماعة وأنت تضرب خيرة وأنت تصلح القضايا الاجتماعية وأنت تفتي وأنت تطلع جن وأنت كذا، أخو هذا مو كامل الأوصاف يعني، من نتيجة وراح الحوزة كم يوم. زين، هذا علم، علم يعني يفتقر إلى معرفة القواعد والضوابط. واحد يجي يقول والله أنا البارحة شفت نفسي الشغب يركضون وراي وأنا ما أنا قادر أركض، قال لي ما صلي عدل، ما صلي عدل، هذا مو تفسير، هذا حشو، هذا مجرد حشو كلام يعني. أما أنه إذا تعرض على ضوابط هذا العلم لا علاقة له به، واضح؟ ولذلك وردت الروايات عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في أنهم إذا سئلوا عن الرؤى نعم أجابوا. طيب، إذن الرؤى الصادقة لها تعبيرها ولها تأويلها، شو الفائدة منها؟ شو الجدوى منها؟ مرة تكون هذه الرؤى من المبشرات، إنسان الله عز وجل بلطفه يمن عليه بأن يرى بشراه في نومه، فأقل العزيز هذا الإنسان الذي عاش معه لسنوات ما يطيق فراقه، لا زال الألم في قلبه على فراقه، فالله عز وجل يوفق إلى النوع من هاي الرؤية، يشوف مثلا هذا الإنسان عليه لباس أبيض مرتاح مبتسم، يسأل عن أحواله، نعم، فشوية تأتيه السلوة، يعني يتسلى مدام هو على رايح على العالم الآخر وهو مرتاح في ذلك العالم والمؤمن على خير، فتيجي هذا النوع. مرة لا تكون نذير، يعني جرس إنذار، بمعنى آخر أن الإنسان لربما يتورط ببعض المعاصي والمخالفات فيأتيه جرس الإنذار من الله عبر هذه الرؤى. كيف يعني؟ من رأى نفسه بين الموتى، ايش تعبيرها هذه؟ فهو بين قرناء السوء، جرس إنذار من الله، التفت إلى من تجالسه، أغيبة ونميمة وهتك أعراض وكلام في عرض الآخرين، التفت، تجيك رؤية من هذا النوع حتى شوية تلتفت. بعض الأحيان الإنسان يكون عنده إشكاليات في كثير من الأمور وبالذات منها ما يتعلق بالدين، وما نريد نقول أننا نريد نثبت الحقائق الدينية من خلال الرؤى والأحلام، لا، لا طريقة لتثبيت الحقائق الدينية، يعني بمعنى أريد أقول أنه ديننا إحنا وبالذات مذهبنا إحنا ما مفتقر إلى رؤى وأحلام، يعني إذا نريد نعزز عقيدة الناس ويقين الناس نجي على المنبر فلان رأى في عالم الرؤيا كذا وتتحول إلى قناعة، لا، في الأصل العقائد والأمور الدينية تثبت خلال شنو؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم
صادقين، يثبت بالحجة بالدليل بالبرهان. أما نريد حول قناعات الناس، وهذه مشكلة صاعات تحصل حتى على المنابر، أنه مجموعة من هذه الشواهد كل هيدا تفتش عنها تشوف أنها رؤى وأحلام وأطياف. طيب الذي يرى في عالم الرؤيا شيء معين، هل هو حجة عليه؟ هذه الرؤيا حجة عليه؟ فضلا أن تكون حجة على الناس، هي مو حجة على الشخص نفسه، كيف تكون حجة على الآخرين؟ ولذلك لا نقبل أن يأتي واحد يدعي السفارة ويقول أنا رأيت في عالم الرؤيا الإمام يقول لكم افعلوا كذا، ونقول احنا حاضرين. ممنوع منعا باتا أن نأخذ أحكامنا وأن نأخذ عقائدنا ممن؟ من الرؤى والأحلام. هذا يقولون الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه، يذكرها الشاهد، يقول في يوم من الأيام الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، التفت الناس يروحون بكثرة على الكوفة، ايش صاير؟ لا هو موسم زيارة ولا أكو شيء بعد زائد على ما هو موجود، يعني مش الناس شعدها الأيام. قالوا شيخنا مو هذا واحد مؤمن شاف الزهراء سلام الله عليها في منامه وقالت له ولدي المحسن مدفون عندكم بشط الكوفة، شي ركبها هذه يعني المحسن إذا هو موجود خب مدفون بالمدينة شوداه على الكوفة؟ قال جيبوا لي هذا الرجل. جابوه سأله حج انت ايش عندك؟ قال شفت سيدتي ومولاتي في عالم الرؤيا، قالت لي فلان أرجوك ولدي المحسن عندكم بالشط يكون تسوي له ضريح وكذا. فأنا استجبت رغبتها. قال لي حجي وقف أعوج وحشي عدل، أنت إذا واعي وفي وعيك مستيقظ كلامك مو حجة، شلون بعد نايم وما أدري وش ماكل ذاك اليوم وتطلع لنا بهالرؤى والأحلام؟ لا يجوز أن يعول في الرؤى والأحلام على شيء من أمور العقيدة ولا أمور الأحكام. نعم هناك في بعض الحالات الإنسان عنده شك في موضوع، هذا الشك يحتاج فقط إلى أن شوية قرصة ودن مثل ما نقول، شوية يتعدل وضعه، يلتفت. زيارة الحسين سلام الله عليه لا إشكال في استحبابها ولا إشكال في فضلها، والروايات بحيث بلغت حد التواتر والكثرة فيما يتعلق بفضل زيارة الحسين. يجي واحد شوية عنده غرور ويريد ينسف كل هالروايات، هذا ما يحتاج بعد أن أفتح له الكتب والبحار وأقول له كم رواية فيه، لأنه أصلا يشك في كل شيء. زين هذا يحتاج إلى شوية رؤية يشوف فيها معنى معين، شوية كأنما يرجع عن غيه. هذا واحد يقولون هكذا كان ينكر دائما فضل زيارة الحسين ليلة الجمعة. تروحوا كل عصر خميس ورايحين على وين؟ على زيارة الحسين. من زار الحسين عارفا بحقه فكأنما زار الله في عرشه، إلى غيرها من هذا الكلام. هذه مزايدة وهذا كثير. لاحظوا في عالم الرؤيا وإذا به يرى كأن القيامة قد قامت والناس في هول عظيم، يوم تراها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يقول في هاللحظات والناس في ذلك الهول العظيم وإذا بهودج من نور. طبعا السيد دستغيب ينقل هالرواية عن البحار، يقول وإذا بالناس يقبلون على ذلك الهودج ويأخذون منه ورقة يد تخرج إليهم في يد، في هذه الورقة مكتوب عليها أمان من النار لزائر قبر الحسين. اللهم صل على محمد وآل محمد. يقول فتوجهت إلى هذا الهودج، قلت من فيه؟ من هو هذا اللي يوزع على الناس يقسم على الناس الأوراق؟ فقيل لي هي فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله.
فجئت ومددت يدي سيدتي ومولاتي يا بنت رسول الله، اعطوني اعطيني ورقة أروح على الجنة أمان من النار. وإذا بها تقول يا فلان أولست تنكر فضل زيارة ولدي الحسين؟ يقول بعد انتبهت من النوم سريع ولا شغل لي إلا أن أصل إلى كربلاء. فأكو ناس من هالنوعية اللي يحتاج فقط نعم جرس إنذار يقضى، هو في غفلة يحتاج إلى أن نفتح له الطريق وهكذا. وإلا الرؤى والأحلام بالفعل إلها حكمة، وخصوصا إذا كانت صادقة فهي تعبر عن شيء سيقع في المستقبل، لكن من يعرفه؟ يعرفه من أعطي وعلم تأويل الأحاديث، ويحتاج أن يكون على علم واطلاع بكل هذه التفاصيل. وإلا في الواقع إحنا إذا قرأنا سيرة أهل البيت سلام الله عليهم نرى الكثير منهم ينقل بعض الأمور نعم والقضايا التي وقعت بالفعل واحتاجت إلى إشارة من هذا النوع. أم سلمة: كيف تعرف الناس على قتل سيد الشهداء؟ ذاك اليوم بعد كان وسائل إعلام موجودة، كانت رسائل تأتي بشكل مباشر، أو يحتاج إذا حدث في العراق يحتاج إلى ربما 10 أيام 30 يوم يا الله يصل الخبر. كيف علم الناس بخبر قتل الحسين من أول يوم؟ أم سلمة رأت في عالم الرؤيا رسول الله صلى الله عليه وآله وقد اغبر وجهه حزين يبكي: حبيبي يا رسول الله، ما الذي يبكيك؟ ما الذي حل بك؟ قال: يا أم سلمة، لقد قتل ولدي الحسين. وقعدت من النوم وهي تنادي: وحسيناه وولداه. إذن من ذاك اليوم، من ذاك اليوم بالفعل الناس عندها خبر، ورتبوا الأثر على ماذا؟ على رؤيا أم سلمة ورؤيا أم أيمن، وكثير من الناس وفقوا إلى هذه الرؤى. يوم اللي إجي بشر بن حذلم بعد شهور نعم ويخبر نعم: إنما ليزدادوا يقينا بأن الحسين قد قتل. زين العابدين يعرف هذا المعنى، ولذلك ابتعث بشر بن حذلم وقال له: يا بشر رحم الله أباك، لقد كان شاعرا، اذهب إلى المدينة وانعى الحسين لأهلها. يقول: جيت على المدينة ناديت: يا أهل يثرب، يا أهل يثرب، يا أهل يثرب، والناس تخرج من بيوتاتها إلى: ما الذي عندك من خبر يا بشر؟ قال: الخبر عند قبر رسول الله، لأنه صاحب العزاء. يقول: جينا على قبر النبي صلى الله عليه وآله: يا بشر لقد فطرت قلوبنا، يا شيء يا بشر نفذ صبرنا، ما عندك؟ قال: قتل الحسين فأدمعي مدرار. قتل الحسين يعني من اللي رجع الآن؟ إيه، رجع زين العابدين مع عماته وأخواته إلى وين؟ قال: حط الركاب على أطراف المدينة، أخرجوا إليه. خرج الناس عن بكرة أبيهم، رجال نساء صغار أطفال، إلى وين؟ قالوا: لاستقبال زين العابدين. زين العابدين نصب خيمة واحدة، بعد رجعنا لا رجال، على شنه بعد ينصب خيمة للرجال؟ رجعنا لا رجال ولا بنينا، نصب الخيمة. يقولون واحدة اسمها أم لقمان، هذه بنت عقيل بن أبي طالب، كانت ملاصقة لزينب قبل سفرها. إي والله، دخلت على الخيمة تسأل عن زينب: أين ابن أبني؟ أين ابنة أمير المؤمنين؟ تسأل من تتوجه إلمن؟ ليلى تبكي على علي الأكبر، رملا تبكي على القاسم، الرباب تبكي على الرضيع، سكينة تبكي على أبيها. إلمن تتوجه، نظرت في كسر الخيمة وإذا امرأة جالسة واضعة رأسها بين ركبتيها. جاءت إليها: أمت الله، أسألك أين زينب ابنة أمير المؤمنين؟
رفعت زينب رأسها: أم لقمان أنت؟ قالت: نعم أنا أم لقمان. فمن أنت يا أمة الله؟ إيش تتصور يعني تجاوب شنو؟ الله: يا أم لقمان نسيتي زينب؟ أنا زينب اللي يحجون عني صار البكا والنوح، فاني أنا متمرمرة من صغر. الله يا زينب، أكو كلمة جايين على وفاة زينب ليلة بكرة، خلينا ويا زينب سلام الله عليها. كلمة للسيد الخوئي في بحثه الخارج قالها وتوقف بحثه. صار السيد يبكي حتى أبكى من حضر. تدري ايش قال؟ إن يوم عاشوراء أشاب رأس عمتي الحوراء. بعد يوم كربلاء زينب ما بها من جلد، ما بها من قوة، نحل البدن، شاب رأسها من الهم. اي والله، بينما هي جالسة وإذا بضجة خارج الخيمة. شنو اللي صاير؟ قالوا له: هذا محمد بن الحنفية أقبل لزين العابدين. خرجت زينب: السلام عليك يا محمد. وعليك السلام. ما عارفها، أنكرها. قال: من أنت؟ لعلك زينب الهاشمية. قالت: لا يا محمد، أنا زينب المسبية. يعني دخلونا على المجالس، مشونا بسكك الكوفة والشام، أوقفونا على الأبواب يا محمد. وكأنما بهذه الكلمة تريد تبعث لعتاب: وينك يوم عاشورة؟ ما إجيت لأخوك الحسين وإخوانك؟ تقل منك خل الميدان، شنه السبب ما جيت؟ شلت العلم ليهم وحد السيف رويت. يوم الجمل بالكون بالبصراش سويت. لحد عليك يفوت كون الغاضرية. أرد أخبرك عباس وحده راح للماي. صول وانا حطيت شفيني على حشاي. افنى العدى بسيفه ولن ابن النبي جاي. ويقول لحد شمتة العدوان بي. خلاه بالمسنات لا هامة ولا زنود. وتسرعوا كلهم وظل حسين مفروض. وانصرع تاليهم وصرنا العصر فرهود. الله يا ضيم الجرب ذيك المسيح. يا ضيم حالي يوم شب الخيم بالنار. فريت مدهوشة ورايا صغار وكبار. وعلى الحراير ما بقى برقع والاخمار. والليل جاني وحش العالم علي. ما يصير ما جاكم خبر عن هالمصايب. خلت عضايا من حلا والراس شايب. والدهر راواني بهالسفرة عجايب. وجينا بلي حسين لديار خلية. قالها: يا زينب، وصلت كل الأخبار، لكن خبر واحد أريد أستفسر منه هذا الخبر. إذا صح هذا الخبر، حق لأخيك محمد أن يذهب إلى البر لتأكله وحوشها. ما هذا الخبر يا محمد؟ قال: شايع خبر يا زينب وظن هذا بعيد. قالت: اخبرني الدهر بلكت يسويها ويزيد. قال: دشيتي صدق حسرة على الفاجر. اي والله. قالت: اي والله، دخلنا ومجلسة مملي اجناء.
وأعظم ما يشجي الغيور دخولها في مجلس ما بارح اللهو والخمر. إلهي نسألك وندعوك ونتوسل إليك بالحسين الوجيه وبجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه، فرج عنا يا إلهي فرجا عاجلا. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم رد كل غريب، فك كل أسير، فرج عن المعتقلين والأسرى، أرجع إلينا المنفيين والمبعدين، خلصنا من هذا البلاء بفرج من عندك يا كريم. فرج عن شيعة علي في مشارق الأرض ومغاربها، وانصرهم على أعدائهم نصرا عاجلا قريبا مؤزرا يا ناصر المستضعفين. جماعتي الحاضرين احفظهم فردا فردا، من اجتمعنا لأجله وسببه، هذا المؤمن اللي كان يملأ فراغ في هذا المكان، نعم يشن في الأسماع بذكر أهل البيت، فارقنا. إنا نحب الخير في من نحب، ولكن إذا نزل أمر الله رضينا في من نحب. أمانة والله أخذها، والمؤمن على خير دائما، خصوصا في أيام هذا الشهر الكريم وفي أيام رجب وفي ضيافة الأئمة المعصومين بين الهادي وبين الباقي وبين الرضا وبين نعم أمير المؤمنين سلام الله عليه. ودعاؤكم دعاؤكم، إن أمواتكم كسؤالكم على أبوابكم، ينادون هل من صدقة، هل من دعاء، هل من صلاة. وبالفعل في عالمهم الآخر ليس لهم إلا أن نرسل إليهم هذه الصدقات هذه الأعمال. ونحن في هذه الأشهر الكريمة نعم ضيوف الله عز وجل، نسأل الله أن يتغمده برحمته، أن يسكنه الفسيح من جنته، أن يحشره مع المعصومين من أئمته، وأن يخلف على ذويه في الغابرين، وأن يحشره في زمرة محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، إلى روحه وأرواح موتى المؤمنين والمؤمنات، وإلى من مات على الإيمان من العلماء والشهداء، نهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلوات.